احط على وشه ولا رقم ثلاثة بقى، هناخد النهارده فكرة عنه مرض اسمه ريتينوباثي أو بريماتيوريتي.
economic annuity. If not 50 hours, prematurity. Above Hubble, أنا أخذها بالتومة، يعني مرة تلمية عشان أفهم سكنة، عشان شرحته بالآخر، تجمعات. يعني ده هناخد بيه فيها تراكت. ده هناخد النهاردة إن شاء الله، تاني حاجة بالفريكنج تومة هناخدها عشان ما في تومة. وأسيب ده يعني. آخر حاجة حاجة اسمها سيكل سيلر بلاك. فأنا عندي خمس أسباب اللي خدناهم بوضوح جدا مين؟ أول اثنين. صح؟ دول كرونر نفس الباثولوجي اكزاكتلي. نفس الباثولوجي اكزاكتلي. فيتوس هيمرج أو عندي انفلاميشن عمل بريوزس شد عليا. بكل بساطة. ده انفلاميشن ده هيمرج. خلاص كده؟ فإحنا بعد عندنا كام سبب؟ خمسة كلهم فين؟ فيتوس. رقم بتاعها خمسة؟ نسيم صح؟ خمسة. واحد هنا فيتوس هيمرج أورجنايز أسباب قول معايا بقى. PDR سيرز اسمع احفظهم زي اسمي دول أهم اثنين. الامتحان يعني. PDR and سيرز دول ألف ألمية. بس كان أهم اثنين وحكيناهم فعلا PDR and سيرز. طيب ثاني حاجة سيرتيف ميمبرين هناخد بريفير تراك إن شاء الله. ROP إن أنتوا حالة دلوقتي بنتريتنج توما هناخدها بتوما ناخدها خلاص إيه؟ طلعية بس عنده سيكل سيرز لا. بصوا إن شاء الله دلوقتي نشرح ده ROP. إيه ROP ده؟ مكتوب عندك أصلا مكتوب عندك أصلا يعني. عندنا ثلاث أربع صفحات يس. بصوا صفحتين. هنشمس المعقدة ايه رأيك؟ صفحة الدراسة مش موجودة أصلا صفحة 57 دراسة صفحة 57 صفحة 57 بس صفحة 57 ايه ROP ده بقى؟ والاسم اسم جديد أو كده اسم كده ROP retinopathy of prematurity اسم ده retinopathy مرض مستجيز بتفاته قوي قوي يعني كتاب كده يعني سوبر بلاك الكلاماتي اوتوماتيك ايه الموضوع نورمالي نورمالي الكلام اللي بتتولد في حاجات فيها ايماتيور فيها تريس او سوشيال كمان بتاعها يعني ده طبيعي عشان وظيفه الاكمل محتاج دول زي مثلا سيتومز ونفس الحاجات نفس الطرق ده كده هنا اهي كان وانت في تلايف اللي بيغذي العين مش ريتنال ارتش وانت في دوس اللي بيغذي حاجه اسمها الثايرويد سيستم كان عندي ارتش بيد او اسمه الثايرويد ارتش بيغذي كل حاجه على بعضها كده اسمه الثايرويد يعني بيترن ارتش بس مع الوقت يتلف الكلام ده يختفي خالص مع الوقت كل الكلام ده بيتلف تماما كل الكلام ده بيقل جدا ويرجع في حاجه اسمها ايه بقى؟ رقم ارشي اللي انا قلته ده الرقم بس بيتكون بطريقه فكريه بالظبط هي من تحت هنا كده وعشان توصل تغذي كل الشبكيه مش هيحصل وانت فيه بس بس زي هيك تبدا تمشي كده تمشي كده تمشي كده تمشي كده خلاص ده نيزلي وده تامبري معايا كده النيزل بارت الشبكيه هيبقى فيها باسيف نسبيا عند الشهر الثامن في الجيستيشن ايج في البريجنسي يعني لكن عندنا في التامبرا مش كده خالص عند التامبرا بيفرق دي توصل الباسيف في عينيك بيتحرك بعد شهر من الولاده بس كده ده نورمالي يعني انت لو فول تيرم بيبي واحد فول تيرم دلوقتي عندي 9 شهور ده هتقول ان عامل بالظبط كده هدي كده يعني انا وصلت لاخرك اه فعلا على الشهر الثامن لكن الكاميرا بدنا ما فيهاش بدنا الار في اصلا صوت سلام شغاله احسن احسن كده احسن احسن طيب يا جماعه صح فانت بالنسبه لك كلنا بنتولد كده بقى عشان كويس تعالى يلا احنا بنتولد كلنا الباسز مش واصله فين للتامبرا بيب كلنا كده بتتولد فول تيرم الراتنا ما فيهاش فاتنا الباسز في الطرف بس كده يوصل لك التامبرا الراتنا دي بيوصل لها باسز شهر واحد يعني اول شهر بعد الولاده كمان حلو كده ده اسمه ريتنوبتي او بريماتيورتي يعني ايه الكلام ده؟ يعني الطفل ده اتولد امتى اصلا؟ بريترم فانا متوقع دلوقتي يكون اتولد بريترم يبقى الحته البريفري دي مالها؟ ما لهاش دفع في ايه؟ بس يعني مالها؟ سكين صح كده؟ يبقى عندي في الاكتر بريفري مالها دلوقتي؟ سكين متفقين؟ طيب هكمل ولا بس خلاص كده؟ خلصت صح كده؟ طيب بس كده كمان العيان ده بيتحط اكسجين شو بريترم حاطط حضانه هيتحط اكسجين عالي قوي الارتيوز اللي هي بريترم دي هتريسبوند الارتيوز دي بتبقى مختلفه شويه هتريسبوند الاكسجين عالي ده هي بريترم يعني هي immature arteriole صح كده؟ هتريسبونس بسبازم عالي جدا تقفل يعني لو ايه ما وصلش الاطراف تاني حاجه عندك ايه؟ سبازم جامد قوي صح كده؟ فالمايجريشن بتاعها اسمها سبين ده سيل مايجريشن يعني هي بتتحرك بالمايجريشن يعني فالمايجريشن قل جدا فبقى عندك مشكله فعلا في اطراف الشبكيه صح
صح كده؟ إذا عرفنا الإسكيميا هايبوكسيا أرمي تجي تطلع يبقى بس تعمل في الآخر إيه؟ هيمرج هايبوكسيا. صح كده؟ منتشر في الآخر جنب بكل بساطة كده. طفل اتولد بدري اتحط في حضانة بهاي أوكسجين كونسنتريشن. صح كده؟ اتولد في الآخر بدري أصلاً في البريفري أوريدي إسكيميا. خدت أوكسجين زيادة فده عمل حاجة اسمها فري راديكلز عمل انهبيشن أوف مايجريشن فحصلت مور إيه؟ اسكيميا. اسكيميا مع اسكيميا يعملك بجاف يعملك بآخر نباسلز تفرقع وتشد عالي جدا. فرجي بس طفل صغير اتولد بدري حط الحضانة. صار حضانة ريتينوباثي أب بريماتيوريتي. اسمها واضح يعني ريتينوباثي أب بريماتيوريتي. أي بيتيرن. معرض زي كده عشان كده بيبقى عندك تلاقي بقى. بيسألهم أصل عشان كده بيبقى عندك إيه بقى؟ بصوا طبعا أي طفل اتولد بريتيرن. طبعا الموضوع ده في مصر فيري رير. ليه؟ بيموتوا. يعني انا موضوع ده نادي جيمش حاجه كده ليه؟ اصل اي واحد بيتر عندنا في مصر الى حد كبير بيحصل ده. هي بيتر مصر بيتر بدري. ايوه لا ما فيش خلاف بقى جامد مصر والله والله ما لسه لسه of abortion and بيتر في مصر غير بره. هتشوف شو تسجل هتشوف بلاك بيتر في مصر غير بره abortion في مصر غير بره عشان النسبه دي انا هسيبها كده يعني هنشطه ازاي؟ عندناش حاجة مصر أكتر دلوقتي. معلش. الحتة بتاعت الهيلويد دي معلش. لا ولكن كنت صغير زمان قوي. الهيلويد بيجي غزة. لا دي كان لا ولكن زمان ما كانش في حاجة اسمها ريتنال أرتري أصلا. أنا عارف. لا صار آخر وده خلاص آخر حمل خالص. عايز أفتكر بقى هو كان إيه ولا حاجة ده كان بس كان أنا اللي هو العين عاملة كده. بس كده الغذاء اللي تلاقيه كله كان أرتري ضخم جدا داخل الحمل كده بالظبط. نص الحمل بالظبط. كده هو بيغذي كل حاجة بقى. يعني انت في تيست كان الفيترس اصلا اسكلرايز خلاص كده مع الوقت كان ده بايه يعني ده بيجي من حاجه اسمها ايه ريتنال ارتري يعني عشان المايجريشن بالراحه لغايه ايه الريتنا كلها يوصل ليزر سايد كمان توصل الولاده يوصل الحمد لله السيفر سايد بيكمل لغايه اخر ريتنا شهر بعد الولاده اصلا لو هو اتولد بري تيرم ولا يوصل ليزر ولا كم كلمه عندك اسكيميا صح كده يبقى اخر ده عشان فيها اسكيميا صح كده؟ هتحط في حضانه كمان يحصل حاجه اسمها في راديكلز عاليه قوي. تعمل توكسيك افكت على الارتريونز، مور اسكيميا لس مايجريشن، فبرضه يحصل ايه مور ايه؟ اسكيميا. فالتروفيا الجنبيه كانت على فكره ما كانتش شمس والله ما فيش ست اصلا. اساسا مش عارف كانت عندكم ليه يا تردوه يعني. اللي انا قلته ده يبقى اي واحد بيتر صح كده؟ اي واحد بيتر انا متوقع يحصل كده. المتوقع عندك كده بقى يبصوا كلمه كده اسمها سكريننج. يعني اي بيتر انفنت ده انا ادور عليه. صح كده؟ انا هسكرين بقى ايه؟ مين اللي عايز اعمل كده؟ في عندنا انديكيشنز معينه انك اي طفل اتولد اقل من كيلو ونص بس متوقع انه صح كده؟ less than 1.5 كيلو جرامز الطفل نفسه يعني او اتولد بدري شويه اقل من 230 اسبوع. الاطفال دي اقل من كيلو ونص اقل من 230 اسبوع ده محتاج مني انا سكريننج. اول ما اتولد ما بتكلمش عليه قوي يعني. كل فتره ببحث فاندس 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 فاندس. كان صح كده؟ طب كلمة واحدة بس امتى بعالج العيان ده؟ امتى بروح بعالج؟ طب عايز اسأله سؤال، هعالجه ازاي؟ انا هقدر اتابعه، اتابعه، انا بتابعه ليه؟ يعني هو بلاش فيه صح؟ عشان الحق الاسكيميا؟ لا يعني هتابعه عشان هدور عليه في المتابعة، اكيد ليه؟ يعني بس توصل. مش هتابعه عشان كده، انا عايز بس توصل في الاخر. صح كده؟ معلش معايا؟ في عندك ناس مش عليك بقى في ناس مع الفريق، جنب كده مش عارف بعرفه اصلا. بس في ناس مع جنبيك على طول في اسمها زون 1 زون 2 زون 3 صح؟ في زونات، انا بتابعه عشان كده. انا عايزه يوصل لاخر خالص زون 3 يعني فانا بتابع العيان ده حلو كده بتابعه 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 ليه ظهر نيو بيسلز هتستنى لا كده اعمل ايه ساعتها ليزر او اطلع على اطراف مش طبعا كده يا جماعه صح كده انا بعمل سكريننج كون بريتر او طلعت بدري او طلعت ضعيف اعملها كل اسبوعين فانجس 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 والله ماشي كويس توصل تريفري الحمد لله لا هسعر شويه كده احسن نيو بيسلز انا بتريت على طول بايه؟ بعلاج خلينا احنا الانديكيشن او تريتمنت ده كلمه مش عارف التفاصيل بتاعتها قوي خالص حاجه اسمها ثريشولد ديزيز فكده انا كده بعد تحتيها باراجراف كلام قبيح جدا بقى زون 1 مع زون 2 بلس ديزيز كلام كده كتير قوي صح مكلكع قوي مش عليك نهائي انت كده اصلا اوفر قوي بس انت بتقول في حاجه انا بعاجل لو حصل ثريشولد ديزيز خلاصه ثريشولد ديزيز ده مش عارف بس مش عارف اوصل ده خلاص يعني بس مش عارف اوصل ريسك عالي جدا كان دلوقتي كده اسمها ثريشولد ديزيز ايه تفاصيلها مش عارف ساعتها هعمل ليزر بقى. مكان سبب كده؟ يبقى تاني بقى تاني. صفحه كام؟ 57 57 مكان سبب كده؟ كام صعب عليك؟ الموضوع اصلا الموضوع اصلا مش عليك للدرجه دي. يعني انا بقول لك جيب سيرته عشان كده كان هو بيعمل بيكتشر اسمها
يا بالظبط يا من نيو فيسلز فيسترس مش عشان فاشن. طب يعني سؤال بس، هو لو انا دخلته وعالجت تمام دلوقتي الفيسلز هتكمل عادي ولا انا كده عالجت ووقفت المايجريشن؟ خلاص وقفت المايجريشن، يعني هو هيبقى في فيلد مش موجود. بس انا عايز اقول حاجه، انا بدات الكلام قلت الموضوع ايه؟ اوفر صح كده؟ صح بقى كده اوفر قوي اصلا. دلوقتي خدنا كميه معقوله على صفحه كامله عليها بس اسمع، يعني بلاش اقول لك حاجه اوفر لما تاخد السبيس اللي هتطلع نفسها على الفاضي. اتبع ايه؟ صح بقى، اتبع بقى، فاهمين؟ ايه الحقيقه على اساسها؟ انا مش عايز اتبع، اعرف انا بس، امتى تعالج عند الفريزر يا ابني؟ انا حاجة يوصل لحاجه اسمها سبيشال ديزيز. سبيشال يعني انا مش عالج، انا متابعه. دخلت الثريشولد هعالجك. مفيش ثريشولد، متابعه. سهل يا جماعه ده؟ يا سهل؟ ايه الثريشولد ده؟ بقول لك فكرته ان الفيسز مش عايز توصل، لسه في النص قوي، عامل مشاكل. لسه بدري قوي، انا مش عايز توصل، فعارف فشل ده ساعتها. بس كده ده خلاص الموضوع. لو عايز اعرف تفصيل اكتر هكتب لك الموضوع بالتفصيل، بس كده اوفر قوي عليه. يعني سهل اصلا، يعني سهل جدا. هي هتخ شكل ان شاء الله. ليه بيعمل ميتوكوريا؟ عشان يبقى عندك ناس ورا الناس على طول. بس كده الراجل خد يعني كويس شويه، يعني كده الكعبه دي هي الدشه دي ناس ورا الناس على طول، حاجه صفر ورا الناس على طول. ريترو لانك كان زمان كان زمان عارف الاسم القديم، يعني كان يسموه ريترولانتال هايزوبليزيا. اسمه كده الاسم القديم بتاعه، اللي زمان الاسم القديم بتاعه اللي عارف كده، يعني زمان اسمه زمان قوي اسمه كده ريترولانتال هايزوبليزيا. كان ورا اللينز بيحصل ديتاتشمنت، فتلاقي ناس كتير اوفر اللينز. بس انا كان فاكرين حاجه وناس بتكبر اسمه غلط. ريترولانتال ايه؟ ريترولانتال، بس اسم قديم قوي يعني. يعني ايه ريترولانتال؟ ورا اللينز فايبروبليزيا. يعني عندك فايبرس تيشو بلاستيك ورا اللبس. دكتور ايه اختصار ايه؟ ديستيشنال ايج. ما دي ريترو لنتل تعرضي. كمل رد عليا نكمل تمام كويس. اول نوع يبقى اول نوع سكندري اتاشمنت، بس اسمه ايه؟ مشكلة فين؟ بيترس. هشد دلوقتي رقم واحد ها بيترس ايمج بكل اسبابه، خد اثنين مهمين منهم دايابيتس وبين اكلوجن، سبب ثاني تروما. وكده رقم اثنين ساكليتيك ان برين، ثلاثه ريتينوباثي اوف بريماتيوريتي، اربعه تروما، خمسه سيكل سيل ديزيز. سيكل سيل نسخه من دايابيتس برضه، يعني بيعمل ليكج اند اكلوجن. بس كده طبعا عمل ليكج اكلوجن، اكلوجن ها هايبوكسي ها نفس الكلام. ده بيتس سيكل سيل، حتى اسمه كده سيكل سيل بروليفريتيف ريتينوباثي، يعني عامل زي ايه بالظبط؟ زي الدبيس بالظبط. كلمه بروليفريشن في الراتنا يعني ايه؟ نيوفاسنس. بس كده كلمه بروليفريتيف يعني نيوفاسنس على طول. ما كانش صعب عليك، هو عامل جدا. ايه بقى الكاركترز اوف ذيس اتاشمنت؟ بسرعه جدا كده. اليوبيل. هنبدا اليوبيل تشيكس. انساها خالص دلوقتي. كمل يا جماعه. خلاص؟ يلا بقى يا جماعه. عشان خاطر بس ركزوا معايا عشان خاطر. والله العظيم الموضوع يخلص بسرعه جدا، شويه كده حاجه صغيره اجمعها. بس. هتلاقي كاتبشر على فكره، كاتبشر. العيال عنده بريك. عنده بريك، واللي عنده بريك كان شدته ايه؟ هتفتكر؟ اف اس دي اف دي. البريك نفسه يعمل ايه؟ لاش اوف الفلوز، انت عنده بريك؟ يلا بقى، سيمتومز نو، تكتب كده في الامتحان بالنفي. يا تكتب بالنفي، نو فلاشز، نو فلوترز. عشان كده اول ساين عندك اول ساين نو بريك. صح ده باي ديفينيشن، فكان عندي ولا فلاشز ولا فلوترز، واول ساين نو بريك. طب هشخصه ازاي؟ هشخصه بشكله جدا، يعني مش عامل ازاي؟ دي رتك على دي رتك على، صح كده؟ تخيل معايا حاصل هنا لازقه، هنا كده حصل اديشنز، فاتت دي، هنا حصل اديشنز، صح كده؟ ابتدي اشد دلوقتي، هشد هنا اهو، هشد كده تمام، وهشد هنا تمام، صح كده؟ اظن واضح الشد ده كده بالظبط، مش هتعمل كده؟ هترسمها تيبل توب، منظر ترابيزه. يلا دي كونفكس، دي كونفكس، دي كونفكس، ودي ايه؟ كونكيف. انا عندي هنا اتاشمنت كويس وشدتها على جنبين، صح كده؟ انا عندي كونكيف ديتاشمنت. السؤال الثاني، وانت بتشد في لحظه؟ لا. يعني ده الاكد انسر؟ الموضوع بالراحه جدا، بالراحه جدا، بالراحه جدا، بالراحه جدا، صح كده؟ طب وانا الفلويد جوه ايه؟ في فلويد كتير؟ هو اصلا في حاجه اتقطعت وليكوفايد فيتشرز نزل، ده انت ما عندكش فلويد او فالي مينيمال جدا، لو في اصلا.
صح كده؟ فعاده دي اكستنسيف ولا شالو جدا؟ شالو جدا. رابيد ولا سلو جدا؟ سلو جدا. يعني مش هحصل كلمتين كونكيف سيرفيس. طب حرك على اسمعك، حرك كده، حرك كده، حرك كده، في ميه تحتيه يبقى ماله؟ ريستريكتد موبيليتي. اظن واضح الفرق بينه وبين مين؟ ريكمنتوجنس. الفرق كالاتي: واحد ذير از نو بريك، وده اهم فرق، انا مش شايف بريك خالص. اثنين مش كونفكس، ده ماله؟ كونكيف. ثلاثه فيري شالو، مفيش فلود اصلا. اربعه مفيش اصلا فلود. تاني حاجة very slow in progression. يعني مش هخصوا بالمتين يا جماعة. concave مفيش موبيل، مفيش موبيلتي. restricted. ده مش هخصوا بالمتين. يبقى مهم الساينس، أهم ساين no break. كده أنا فيت مين؟ rheumatologist. تثبت إزاي بقى إنه attractional؟ حاجتين concave and eight. قول عليا. restricted mobility. عندي عدوه إيه؟ والله مشكلة فين؟ فيتشرز. أنا فيتشرز بايوتيك. يبقى عدوه إيه؟ بالظبط كده بتشاك مي إند. سيلفين اول، برافو عليك. بعد كده بتراك مي اند، مش هنعمل كده، مش هنعملها كده هنا؟ عملنا كده هنا؟ نفس الكلام بالظبط، بتراك مي اند سيلفين اول انجكشن. سهلة؟ تايم اتراكشن؟ لقطعت ان هو مش اوتش اكيوت. فهمت ازاي؟ عشان مش اكيوت، مش براحة قوي 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 قوي. جسد اوت شوية. كان صح كده؟ هات بقى النوع التاني يا بقى. النوع التاني اسمه مش عارف سويتها هنا ولا لا، يعني شوف سويتها عندي هنا، جبت اسمها عشان بخيرها، صعب بخيرها جدا. في صور دي مش عارف باين عندكم ولا لا، في حاجه بيضاء بتشد اللي هي يعني بص شايفين عامله ازاي؟ كل ده كل ده مثلا روزز جلايوزز بتشد اللي كل ده ايه؟ جلايوزز كل ده ايه؟ فهمت قصدي؟ مجرد حاجه كده بتشد اللي هي بتشد اللي بالراحه دي. طلعها تكتشف مش اكتر كده. مش عليك في الامتحان تعرفها الصوره، عليك في الماتاشنس. يبقى عشان تتحكي عشان تتخيلها بس اكتر. يعني كام سنه كده؟ النوع التاني بقى، النوع التاني. هو ازاي برضه مش هو اصلا ممكن جاي من الحاجة الثانية بقى، كان عنده زمان بيترس سيمبلج وخاف بالجلايوزز. أما كان خاطب بيترس سيمبلج كان عنده فلوتر ساعتها. دلوقتي هو جلايوزز خلاص جلايوزز. دلوقتي بيترس ده حاجة جاية كده. يعني ده أصلا ما جاش وهو عنده هيمرج بس يسوي يعمل أو ليه عنده هيمرج بس الموضوع اتركن. يعني دي نهاية مطاف بيترس سيمبلج. صح كده؟ مش عملنا كده؟ فرق أو شد؟ لا طبعا لا فرق بس مش شفاف يعني مش شايف العين اه ده مش حاجه فلوترز رايحه جايه اه يعني فلوترز الحاجه رايحه جايه قدامك يعني اه طبعا مش بقى كده كده ليه بنقول دايوز مش فاهم عشان 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 حياتنا في حاجه اسمها استروسايتس مفيش حاجه اسمها فايبروبلاستس في حاجه اسمها دايت سيلز لا عايز ده مشكلة. لا هو أنا وايز. أنا جوزس. كمل. كان صعب عايزين نخلص بقى عايزين نخلص عايزين نخلص. موضوع سهل أو سهل سهل. سبحان الله كل موضوع يبقى صعب عليك أسئلة بتقل. كل موضوع يبقى تافه عليك أسئلة بتزيد. حب العلم. هذا حس حاجة جدا. يلا بقى تعالى. النوع التاني اسمه إيه؟ يلا بقى النوع التاني اسمه إيه؟ ها عندي مشكلة تانية فين بقى المرة دي؟ في الكورويد. قلت لي أعمل إيه دلوقتي؟ هزق الرتنة. دي اسمها اكسوديتيف ديتاشن. هنا المشكله دفرت فين؟ ها؟ تحت الرئه فين يعني الكرويد؟ اسباب كالاتي: اول سبب عندنا حاجه سيستميك كوز، حاجه في الجسم نفسه، هناخدها النهارده حالا دلوقتي. لو عندك اكستنسيف هايبرتنشن، لو الضغط عالي قوي 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 الكرويد ده دم، صح؟ لو الضغط عالي قوي 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 في اي مرحله؟ مالجنت ستيج، هنعمل حالا دلوقتي. بينشع ايه؟ فلويد. قديمه صح كده؟ نشع 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 يزق مين؟ الرئه. اسمها اشهر اكزامبل كده، اشهر اكزامبل كده بريجنسي. بس حاجه خدتوها اسم غلط اسمها بري كلامسيا. ما اسمهاش كده طبعا، مفيش حاجه اسمها تسمم حمل. واسمه بريجنسي انديوست هايبرتنشن. اسمه كده. كان زمان بيسموه ايه؟ بري اكلامسيا. يعني كان ساعتها اسمها ايه بتاعها يعني. انا عندي اول سبب يهمني جدا عمل الريبورت ده هو بريجنسي انديوست هايبرتنشن. ناخده حالا دلوقتي. ناخده حالا دلوقتي. حابب يقطعني يا جماعه اسمعوا مش خالص درس. هنعمله حالا دلوقتي، يبقى كام سنه كده؟ ده حاجه سيستميك او بصفه عامه ضغط عالي، كويس؟ هات بقى حاجه الاكثر، حاجه الاكثر فين؟ في الكرويد شخصيا، منتهى البساطه منتهى البساطه، عندك ورم في الكرويد هيزق شبكيه، صح؟ او عندك التهاب في الكرويد واي التهاب فيه تو فينومينا، باستر ايه؟ اكسيتيف، مش اي خير كده؟ انا عندي كورودايتس هزق مين؟ ما عندي اكسيتيت، هزق مين قدامي يعني؟ راكن. اشهر اكزامبل كورودايتس هنعمله بعد كده في الفيديو التراك ان شاء الله، مش هعيده دلوقتي يعني. حاجه اسمها فاكت كوياناجي هرادة. طبعا خد اول راوند الكلام ده ايه؟ عادي جدا يعني. اسمه فاكت كوياناجي هرادة. واحد الماني واثنين يابانيين. فاكت جيرمان كوياناجي معروف يعني. كوياناجي اكيد ايه؟ جابانيز وهرادة. جابانيز برضه. بس كده؟
بس 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 سلام عليكم صباح الخير كم ساعه يلا نوصفوا اللي سمعته بقى يلا بعض سيمتومز وده بي بريك يبقى there is no flashes nor flutters هتبقى عندك ممكن يبقى عندك flutters بس عندك التهاب اللي هو الهرادة ده بيعمل بترايتس دي حاجه يعني هو لو التهاب نفسه عمل بترايتس مش انتش بتعمل كده التهاب عمل كده بس الاصل الاصلي السيرك ديتاشمنت there is no flutters there is no flashes واول ساين there is no break العادة تفتكر سريع ولا بطيء؟ تعال نشع فلوت، نشع فلوت أو بطيء، سريع بطيء، سريع جدا. عندك تكوين سريع جدا ولا تمسك بسرعة جدا، صح؟ أنا أسألك كنت علي أنا أسألك كنت عليا. تفتكر إن واحد أول ساين there is no إيه؟ بريك متفقين؟ طب يلا بقى أنا عندي ولا حاجة بتزق أهو يلا بتزق 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 أسألك سؤال يلا كونفكس ولا كونكيف؟ كونفكس في تكة صغيرة أخذنا بيجمنتوجنس قلنا سيت بيت نفسها كونفكس كورنيتد. دي يعني إيه؟ يعني الرده نفسها هناك فيها قديمه يعني الرده نفسها كروجيتد يعني انت عنده رده قديمه لا انت عندك حاجه بتزق من الكرويد قدام صح كده فعندك اي كونفكس سيرفيس بس سموث وكده حاجه بتزق وخلاص ما عندكش فانكشن في الرده نفسها مش بتزق بس انا عندي كونفكس كروجيتد في مين ريجمنتوجنس هنا كونفكس ايه سموث كلام سهل طبعا مليان فلويد عليها مش فاكر خالص اصلا صحيح هو كده طيب هنا الكرويد سليم جدا مش عارف هنا انت عندك فورم هنا ونازل فلويد كده صح كده ولا يا جماعه فالرتنه مظبوطه بمشكله يعني رتنه الحته دي فصلت الرتنه صح فالحته دي هي نفسها السيرفيس ده موبايل يعني زي تعبان كده هتلاقي السيرفيس ده بيعمل كده فهمت قصدي؟ هو نفسه بيتحرك بين جسمه كده يعني اول حاجه وهي تحتيه يبقى الموبيلتي جواه دي كده دي معناها كده موبايل رتنه سهله كده؟ وبعد ايه بص شفت الفلويد بقى ده مش كده بقى انا عندي مصدر كرياتي اهو خلاص انا عايز حاجه تعمل كده صح؟ والبطولوجي فين؟ في الريتنا في الكرويد برافو عليك انا دلوقتي عملت كده اهو عملت كده صح؟ لو العين نفسه اتحرك الفلويد كله من الكرويد هيتحرك صح كده؟ فمكان الريتنا المنفصله هي نفسها هتتحرك معايا عين نفس الكلام؟ العين ده بعد شويه هتلاقي ديتاشمنت فين؟ هنا فانا هعمل كده صح كده؟ انا هعمل كده الريتنا نفسها كلها هنا اظن فرق شاسع الريتنا ثابته وهي نفسها بتلعب كمبرين والرتنه كلها بتتحرك من مكانها. بص يا شاطر كده ولا كده مش واضح؟ ايوه تاني؟ تاني الرتنه اهي دي رتنه اهي صح كده يا جماعه دي رتنه اهي ادي رتنه دلوقتي لو المبرين ده نفسه عامل لك كده اهو انا سايبه هنا اللي هي صح؟ بس عامل كده ده مين؟ ده موبايل رتنه رتنه از موبايل لكن عندي حاجه من ورا بتزق بقى من ورا هنا كده سقيتها انا كده انا نمت كده فانت جاي كده نمت هنا رحت جاي كده فهمت قصدي؟ الرتنه كلها بتتحرك معايا الباثولوجي اصلا ورا الرتنه مش الرتنه اصلا مفيش حاجه في الرتنه فلود تحتيها هنا فلود مش تحتيها هو من ورا خالص بيفوقها كلها واضح كده؟ هسال سؤال خبيث شويه من ناحيه ورا عارف اختار في ايه عين في الباور تاتش لا هو ده والله عارف اختار في ايه يعني ايه داشمان 9 و1 طيب ده سؤالك 9 و1 صح كده؟ هنا فين الفلود بتاعك؟ هنا فلويد تحت اصلا مين؟ الار بي اي وبيعدي ثرو دامج ار بي اي تحت برضه مين؟ فلويد لكن عندي جزء ضخم فين؟ تحت ايه اصلا؟ ار بي اي انا عندي ممكن ازق معايا ار بي اي صح كده؟ احنا بنسوق معايا ار بي اي ده فلويد بيتجمع هيبقى تحت الار بي اي في فلويد وفوق الار بي اي في فلويد نفسه فانا عندي جزء بيتحرك معايا على بعضه كله على بعضه فخرج من تحت الراتن اصلا واضحه مش واضحه؟ واضحه؟ الفكره واضحه؟ ايه الفرق بين البوزيتيف شيفتنج كان واضح شيفتنج فلويد حاسس انها موبيلتي دي الوحيده اللي تعملها صح يعني عندك ينفع دي تعمل كده؟ لا طبعا ينفع دي تعمل كده؟ لا طبعا يبقى الفرق هنا فين زي بعض بس زي بعض نسبيا هما زي بعض نسبيا هنا في ايه؟ واحد كونفكس
الاثنين رابل نسبيا بيعمل فلويد كتير في الاثنين، لكن الفرق ده ثابت مكانه صح؟ ده متحرك تماما مع العيان. يعني الفلويد مش بيتحرك في السب كده، هنا وتحت كمان. الار بي ثابت وحسب هنا وتحت، عشان سبقت هو بيزور الار بي كمان معايا ومعايا فلويد كمان معايا بيستخدم الار بي، كان هنا منه. الجزء ده تحت اهو زود اتحرك. بس مش الار بي بس كمان في ده قدام خالص شكشن ولا لا؟ حاجه زي كده كوره كده. طب ما دي بصراحه ممكن تبقى ريجماتوجنس مش كده؟ رد عليا. ايوه ممكن تبقى ريجماتوجنس صح كده؟ يعني ممكن تبقى عليها برايمري عادي جدا. الفرق مفيش ايه؟ اهو هنا حته في الرئه مفصوله اهي، هتلاقي بس طالع فيها صح؟ اهي صح؟ ده كده مش هنا مشكله فين؟ تحت ولا فوق؟ اكيد تحت الرئه دي خالص صح كده؟ بس انا شايف بريك، انا شايف بريك هنا. لا عشان كده العيان ده علاج ايه واعمل له ايه؟ لو انت واخد بالك ان عنده تراكشنال مشكله قدامي فيترس، مش هبقى مش هعمل انفستيجيشنز، مشكله قدامي ايه؟ خش راجع على طول، هتعمل راجع على طول ايه؟ التراكشنال سيرفيك اويل اللي عنده مشكلته فين؟ ورايا، يعني ممكن يبقى كرويدر تيومر صح كده؟ شفت حاجه؟ لا انا شايف اثره صح؟ فالاول مره اقول لك هنا انفستيجيشنز صح كده؟ انا مش شايف حاجه سايب اصلا، هعمل ايه تفتكروا؟ ايه الاشعه بتاعتي؟ التراساوند، يبقى انا هعمل التراساوند اعرف ايه اللي بيزق ده؟ ايه اللي ورا ده؟ ممكن يبقى ورم اصلا صح كده؟ وهنا اقول لك التريتمنت اختلف، هو انت كوريدايتس يبقى ستيرويد، ورم يبقى شيله، هناك مش شايف موحد، هنا كاتب عليك هنا تريتمنت اوف ذا كوز، ما قلتش حاجه موحده، من حسب السبب بتاعك نفسه، لو انت هايبرتنشن عالج الهايبرتنشن، انت ورم بيزق عالج الورم، انت التهاب عالج الالتهاب، واضح كده مش واضح؟ الفروقات واضحه؟ الفروقات واضحه؟ ايه اللي بقى صفحه عشان جراني ده تولع يعني لو واضح كده قدامك الصفحه كده بقى يلا بقى على بعض كده هقول الجدول ده لو عندك سؤال ثاني بعديه المفروض الجدول ده يبقى سؤال تيم كام مع بعض بقى عندك كام واحد بيصير شبه مين كام الرقم بتاعنا ثلاثة واحد اثنين ريماتوجنس برايمري اثنين تراكشن ثلاثة ريتيرتيف التراكشن والريتيرتيف ليهم اسم مشترك سكند يعني عشان كده مع بعض كده بقى مين في دول عنده بريك الوحيد عنده بريك بتاعي ريماتوجنس فبالتالي الوحيد عنده اف اف اللي هي فلاشز فلوترز منطق بس كده ده عنده بريك طبيعي عنده فلاشز اند فلوترز كلام سهل بعديه ولا بعد حتى الرئة نفسها تتعش نفسها تتعش نفسها السيرفس مين في دول الوحيد الكونكيف فراكشنال مين كونفكس الاثنين التانيين بس مين سموث مين كوروجيتد والله اللي بيتزق بس سموث اللي عنده مشكله قديمه نفسها الرئة نفسها كوروجيتد تجاهل مين كونفكس الفرق ايه كونكيف اللي بعديه ولا بعد سب ريتنال فلويد مين لحد ما سريع وبيتزق عادي الاثنين دول الماتارجس وبالذات مين اكسيرت مين بالراحه خالص بالراحه خالص بالراحه خالص تراكشنر ما عندوش فوت اصلا صح كده اللي بعديها موبيليتي الوحيد الريستريكتد مين هو تراكشنر طب الوحيد عنده شيفتنج فلويد مين هو اكسيرت بعدين كده عندك انفستيجيشن واحد بس عنده انفستيجيشن مين هو انا مش شايفه انا شايف سببه فاللي هو ورايا اللي هو اكسيرت بدور على السبب بتاعي اخر حاجه قلنا في اخر كوزز اند تريتمنت ده دي مش صعبه الجدول سهل صعب عليكم في ساعات عندنا حاجه اسمها كومبايند ديتاتشمنت يعني انتوا عندك التراكشنال التراكشنال كده تحت الصور تحت الصور التراكشنال تحت الصور فانت عندك تراكشن 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 ممكن التراكشن نفسه في لحظه يمزع الريتم صح كده؟ ساعات اسمه كومبايند ايه؟ تراكشنال وايه كمان؟ ريماتوجنس ده اسوء ديتاتشمنت ايفر ليه؟ يعني لو عندك تراكشن 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 روح قطع الريتم فعلا هيخش ايه دلوقتي؟ تراكشن ريماتوجنس عارفين ليه؟ تخيل انت بتفتح بوق حاجه وبتساعده يعني تراكشن نفسه بيعمل ايه تراكشن؟ بيفتح عصر بيفتح عصر بيعمل حاجه زي النكتر بريشر يسحب مين معايا؟ ميت
فاكر بس سريع جدا بيبقى فيري 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 فاست وده اصعب واحد تعالجه يبقى تراكشن قلب ايه؟ ريماتولوجيز لكن بالظبط واحد بيفتح معاك وبيشد معاك وانت بتدخله ميه زياده يشد معاك وبتدخله ميه زياده يبقى سريع جدا بس تراكشن كومباند وذ ريماتولوجيز ده صعب جدا في علاجه جدا يعني برضه اتراكشن بس صعب في علاجه تقدر تشيل حاجتين تراكشن ترجع لها تراكشن ترجع لها صعب قوي المكان ساعه صعب يا جماعه كم ساعه كده؟ صح خلاص كده احنا خلصنا حاجه اسمها ايه؟ سكندري رد التعشم رجع بسرعه يلا مع بعض تاني ثانية تحت كام نوع؟ اثنين واحد اسمه تراكشن واحد اسمه شيرتن تراكشن مش شيرتن والله بيترس الثاني علاجها من الاخر تراكني سيريكل اويل انجكشن اسباب الرقم بتاعنا خمسه واحد هيمرج من اهم سببين بالنسبه للبدا من تحت خدين شيء يعني القشره بدك تنقي بروليفريتيف يعني خليك بيك شيء كده بالنسبه للتنقي رقم اثنين بين اكلوجن رقم ثلاثه تروما صح كده؟ الحاجة الثانية أسماء فقط دلوقتي سايكليتك امبرين ريتينوباثي اب بريماتوريتي بريفريتنج تروما بروليفريتيف سيكل ريتينوباثي بس كده أهم كاركترز ما عندكش بريك ما عندكش لاشز اوف لوتس طب أنت تراكشنال فعندك كونكيف سيرفيس ليميتد موبيلتي سهلة صعبة سهلة معاك كده؟ النوع الثاني أنا بقى اكسيرتيف المشكلة ديفنتلي فين؟ كرويد بوشينج فورس مش بولينج فورس اديني اكزامبل والله هايبر جنرال اكسوديشن زي مين؟ هايبر تنشن اكتر اكزامبل يعمل كده بريجنسي او حاجه اوكيولر حزوق حاجه في الكرويد لو ورم في الكرويد ده التهاب في الكرويد كولودايتس فور اكزامبل هرادة هاخده بعد كده ان شاء الله او كويد تيومر فور اكزامبل ميلانوما هيمنجوم بزوق خلاص نفس الكلام عندك بريك؟ لا يبقى ما عنديش فلاشز ولا عندي فلوتس بس انت عندك كرويد بيزوق كونفكس فعلا بس سموث سيرفيس لكن اهم ساين بوزيتيف شيفتنج فلويد انا شايف السبب لو سمحت تعمل ايه؟ الترا ساوند واكسكلود على التيومر صح علاجك انا حسب السبب ورم ولا التهاب ولا بريجنسي دي هايبرتنشن يعني ولا في اوف ذا كوز سهله صعبه؟ سهله يا جماعه كده؟ سؤال بس بسيط هو حضرتك قلت ان الريتنال نفسها الجزء بيتغير مع طيب هو مش قلنا اصلا الريتنال بيجمنت ابيثيليوم ده هو بيتزق طيب ما انا فاهمه هو بيتزق بس هو اصلا في الاناتومي كان فورمال ادرت الكرويد هو سهل عادي كده يروح ويجي يعني لو اتحرك بيها باللعبه ما هي تحت الارض دي وفوق الارض اما ناخد بص معايا اما ناخد الكرويد هيفهموها اكتر ناخد الكرويد نفسها يبقى كام سنه كده؟ هناخد حالة دلوقتي هناخد حالة دلوقتي حالة دلوقتي يس except if the trials هنفهم في الترايلز كده؟ لما كان سهل كده عايز عايز اكمل الموضوع مش بسهل والله كل ده ابدا 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 قول بس قول بس يعني لو اسئله تكنيكال قوي مش هتتكلم فيها ليه؟ تكنيكال قوي؟ لا قول قول اوفن لا لا اسمع انا بس انا هو الشيفتنج هو ايه هو ازاي انا بقى زقت الهو زقت الهو عادي تحت الاربعين مفيش باثولوجي في الريتنا مش مفصوله اصلا يعني لا عندها لا عندها لو انت عرفت السبب نرجع كام ثانيه ما عندوش مشكله في الريتنا اصلا راجع اسمع كده كده احنا خلصنا حاجه اسمها ايه؟ ها؟ ساكن التعشم صح كده؟ لما خدنا الريتنوبوليس كان فيها انواع فاكرين اول حاجه اسمه ايه؟ دايابيتك خدناها بالتفصيل جدا النوع الثاني مش واضح؟ مش واضح؟ التفصيل الثاني الشرايين اسمعها ثاني حاجة عندنا حاجة اسمها هايبر الحتة دي بصي معايا دي حاجة الحتة دي أصلا في كتاب صغيرة أنا كبرتها عشان تمد الأبعاد على بعضها يعني ما تزودش على نفسك كده أنا أصلا بزود جامد كده؟ رجع معاك كده هايبرتنسيف كده كويس هايبرتنسيف ريتنوباثي أند أرتيوس بيرودك صفحة كام؟ صفحة 54 كده؟ صفحة 54 صفحة 53 من أهم صفحات المنهج هقولها إمتى؟ آخر السنة صفحة 53 السكر والعين هقولها آخر سنة إن شاء الله من أهم صفحات المنهج من أهم صفحات المنهج تجميع ما ينفعش أشرحها دلوقتي أنا هاخد كل الشباب إن شاء الله أقول لك إيه؟ أنت فاكرين بيعمل إيه؟ هتبقى تجميع ساعتها فآخر سنة والله
هتطلبها يا راجل معايا عايزين نبتدي بقى الدرس عايزين الجزء تاني يلا بصوا يا جماعه انا عندي هايبرتنسيف بس معاك فيه انها السكر وعندي حاجه اسمها ارتيوس فيراتيك اترابت واللفظ الصح بتاعها ارتريولوس فيراتيك مش ارتيوس فيراتيك صح؟ لقيتها فيها ارتريولوس ولا فيها ارتيوس ارتريولوس ممكن بقى تكون تركز معايا خلاص انسى بقى الكتاب خالص ركز معايا صح والله سهل جدا ركز معايا لو سمحت يلا يعني انت بتشكل كده كان دكتور قبل كده خلاص يعني صلاه الجمعه يعني معلمين يعلمني كده لكن بيعلمني يعلمني كده ربنا بيعلمك في الجمعه حاجه اسمها في فرض في الجمعه فرض عين في الجمعه حد عارف اسمه ايه؟ فرض عين اسمه الانصات يعني انت لو عملت كده عملت كده في الارض لازم ناخد في الجمعه وانت عامل كده اهو بتروح جنبك اسكت لو سمحت بطل الصلاه خلاص بطل الصلاه ان الانصات فرض انا رحت اسال يعني انت عايز ليه كده يعني؟ ليه بعد فرض الانصات ساعه كده او مثلا 5 دقيقه او نص ساعه؟ وعايز اعلمك انك فعلا تركز ربنا عايز كل اسبوع بيديك درس كده انصت بكل حته في جسمك وانت بعد الجمعه فعلا بعد الصلاه مثلا ده قال كذا وكذا وكذا سلام عليكم هو قال مثلا ربع ساعه دي كان عايز النقطه دي بيعلمك هاو تو ابستراكت الكلام قدامك انا كان بقى وانا كده انا كان بقى انا بتكلم متاسف انا حاسس انت بتعمل ايه عشان تعمل كده تعمل كده ولا بتسمع هنا ولا بتشوف هنا حاول تمسك نفسك هنا حاول تركز جامد والاحسن ان تحضر سنين تقرا مش عارف النهارده مش عارف 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 لو قريت قبل الدرس كمل كام بقى مش فاهم انا يا جماعه اقرا الدرس اما تخش على الباب احضر الدرس اطلع اقرا تاني ده كده 70% of memory consolidation متخيل؟ 70% وده 30% زي ما تكبير ده لو عايز متخيل؟ زي ما نعمل كده؟ خلاص انت بتاخد الدرس انا كده فهمت الحمد لله ده كمان شهر بقى دي ده كده ايه وكان قال ايه؟ ايه؟ ايه اللي احنا بنظبطه؟ خلاص يلا مين انا بعد خلاص بس انا بعد كده المذاكره اللي قالت انا بعديها على طول نفس اليوم يلا 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 هايبرتنس انت سيتات خالص انت سيتات خالص هايبرتنس ريتيناتوبي تاني حاجه ارتيولوس فيراتيك اللي سمعته معظم الكتب بتكون مع بعض يعني معظم الكتب اللي بتتكلم على ده ليه؟ لان فعلا بس مع بعض على ده تاني يعني بس انا هفصلهم عشان تفهم الساينس بتاع ده ايه والساينس بتاع ده ايه لان ساعات نادرا يبقى عندك هايبرتنشن بس من غير ايه؟ اثيروسكلروسس ارقام مع بعض يس بس لو حطيتهم مع بعض انت مش هتعرف ده بتاع مين ده بتاع مين مش كده فصلت بينهم مش اكتر متكاملين مع بعض. ايه اللي بيحصل بقى؟ اول حاجه الفرق بينهم كان اتي، وايه الفرق بين الاثنين؟ عشان يحصل سكليروزس خلاص محتاج شرط واحد بس، السبب بتاعها هايبرتنشن على فكره. بس عشان يحصل الفرق بين الاثنين كرونيك هايبرتنشن. اللي عنده ضغط بقاله سنين جدا بيحصل حاجه اسمها ارتيوسكليروزس. اللي عنده ضغط سريع جدا بيحصل حاجه اسمها ايه؟ هايبرتنسيف ريتيناتوبي. ده الفرق بين الاثنين فعلا. فالاثنين هايبرتنشن. واحد لحد ما الضغط بيعلى بسرعه، واحد ثاني الضغط بيعلى ايه؟ بالراحه جدا فبيحصل ريسبونس في الباس دول اسمه سكليروزز ثيكنينج يعني اصلا محتاجه وقت دي كان سهل كده الاثنين فور جريدز يعني عندي هنا فور جريدز هنا وعندي فور جريدز هنا سهل معاك كده؟ سهل الكلام؟ رد عليا بقى اول حاجه ناخدها هايبرتنس بالمكتب سهل ضغط لو اللي يعمل ايه في العين ولا احنا خدنا قاعده قبل كده the response of arterioles to increased pressure is by spasm برافو عليك عندي كام جريد؟ اربعه واحد اثنين ثلاثة أربعة تفتكر أنت جريد 1 في كام حاجة؟ طب جريد 2 طب جريد 3 جريد 1 حاجة واحدة بس والله the response of arthrose by spasm هي حاجة اسمها generalized attenuation يعني بس كلها بتاعت الرجل حصل فيها إيه؟ attenuation جريد 2 هي فعلا كده generalized attenuation بس يحصل حتة تفرقنا تبقى مور فوكال attenuation يعني مثلا عندك كده أهو خلاص بتيجي حتة مثلا عملت كده أهو فهمت قصدي؟ مثلا يبقى عندك حته بس بأداء اكتر بدرجه اعلى سبازم اعلى بس كده يبقى عندنا جيرنايز اند فوق هنا بس ايه؟ جيرنايز جريد 3 هنقول لك كلمه لا جريد 3 الضغط عالي قوي ضرب ذا انر بلاد ريتنال بارير ايه ده البارير ده؟ انا عندي كام ريتنال بارير؟ مين هم؟ اوتر وانر مين الاوتر؟ الريتنال بيجمنت ايبيثيليوم مين الانر؟
the endothelial cells. برافو عليك، صح كده؟ ضغط عالي قوي 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 ضرب the inner barrier. هو مين يعني؟ the endothelial cells. ضرب هيحصل ايه؟ كلمة. ليكج. هيحصل ليكج؟ شكرا. ليكج ستيج 3. يحصل كام حاجة؟ ليكج كام حاجة؟ ثلاث حاجات. ايه هما؟ يعني أنت عندك جنرايز اتنويشن، صح؟ وبكرة اتنويشن، صح؟ وزودت البارير ضربته يحصل كلمة ايه؟ إنما عندك ليكج ثلاث كلمات، ايه هما؟ إديما ها؟ هيمرج اكسوديت، كلام صح؟ ستيج 4 مكان. يعني أنت عندك ليكج وإديما اكسوديت، وصل لفين؟ ستيج 4 ده احنا بنسميه مالجنت هايبرتنشن. ده ضغط 220 مثلا. هيبقى حاجة عالية جدا. هيضرب حاجة على راسه، هو نفس الكلام ده بالظبط، على درجة أكتر. وصلت لحاجتين، ديسك أو ماكيولا. أظن كان واضح. يعني بحرق أخطر شوية، يعني حصل ليكج وصل لفين؟ ديسك وماكينه. ديسك يبقى ديسك ديما بكل بساطه. ماكينه شكلها مميز قوي. حد فاكر الماكينه الانتري عامله ازاي؟ كاناتمي. والله كان منظر كالاتي كده اهو. عندنا حاجه اسمها ايه دي؟ مين دول؟ كونز. طيب مش الكونز بتاعتنا؟ كويس. الدنيا فتحها ازاي؟ وتدي الفايبرز ازاي؟ على الجنب. يعني دي باي بولر ها؟ جانجل نير فايبر. صح كده؟ الناس كانت باي بولر جانجل نير فايبر، صح كده؟ طب بص المنظر ده من فوق. بص هيبقى عامل ازاي؟ لو قلنا دي فوبيا ده بكره كده، صح كده؟ همشي على الجنب بقى، صح؟ دي بره فاضيه على الجنب، يعني مثلا كده باي بولر كده ايه؟ يعني خمسه، صح؟ يعني باي بولر ها؟ يعني صح كده رايح خمسه برده، مش عارف كده؟ بدي هنا وبدي هنا وبدي هنا وبدي هنا. لو حصل اكسديتس ات ذا ماكلا محترمه جدا الفايبر لير ده هتلاقي تاخد المنظر ده بالظبط. لو انت عامل كده اهوت هتلاقي الاكسديتس عامل كده. بصوا هنا الاكسديت، هنا اكسديت، هنا اكسديت، فاهم قصدي؟ بين الايه يعني؟ الفايبرز دي بيديك منظر غريب جدا عامل زي المروحه. يعني الاكسبريس نفسها عامله زي ايه؟ زي الشمس كده، بنسميها احنا ماكيولر ستار. اصل كده؟ لو خدت نص الماكيولر المنظر ده اسمها ماكيولر فان. بصوا الرسمه عامله ازاي؟ مش عايز تفهم المنظر عامل ازاي؟ اهو بص معايا اسمع كده اهو ركزوا معايا حاجه اسمع يا صاحبي. ده هشرح لك خلاص. بص على الصور، شايفين الصوره دي؟ يلا دي الجسم اللي عباره عن الجسم بتاعنا بكل بساطه كده. جريد واي الى بار. بص على الارتري ايه؟ جنرايز اتنيميشن. بصوا جريد 2 كده ابتدى يحصل ايه سنه؟ حته صغيره هنا فوكال اتنيميشن صح؟ جريد 3 ابتدى يحصل اسهم في الشارع اللي هي ليكج صح؟ جنرايز اتنيميشن فوكال اتنيميشن ليكج بمنتهى البساطه. جريد 4 انت بس زود كلمه كده ديسك ماكينا بس ما تحت تحت يعني جريد 4 ده بقى تحت على طول. ايه المنظر ده؟ اكسوديتس بس احترمت الاناتومي بتاع مين؟ النيرف فايبرز اوف ذا فين؟ عند ماكينا. اللي وصل للاناتومي ده اسمه هاني، فاكرين لكم هاني؟ اسمه كده هاني فايبر لاير، اللي هو بتاع الماكلا ده الريديت فايبرز دي. فمجرد رسمت بس الهاني فايبر لاير، ادي الماكلا ستار، ادي الماكلا ادي الديسك دي ما هي الديسك القديمه ومعاها ايه؟ ماكلا ستار، بس اقلب صفحه كده، اقلب صفحه. هتلاقي حاجه فوق مهمه جدا بقى، الديسك اكبره ايه؟ ديمتس جدا صح؟ ديسك مليان قديم اهو، ديسك طبيعي ده، طب ليه ده ديمتس؟ مش عارف ارسم الديسك ماجر بقلم رصاص مبري. صح؟ بقول لك روح عشان واضح في الاديس قديمه. طب بص كده بيحصل ايه؟ في اكسوديتس بس هي نص ستار. صح كده؟ بنسميها ماكلر فين زي ما اروحها يعني. انا عندي المنظر ده ديسك قديمه مع ماكلر ستار او ديسك قديمه ماكلر فين مالجننت هايبر تنشن. يعني عندي اروح لمين؟ انا عارف ده؟ اروح لمين؟ قلبي او مطنبي كارديولوجيست او انترنست هو اللي يقضي الضغط بتاعك. واضحه؟ المنتهى بسرعه تاني مع بعض بسرعه جدا كده يعني. يبقى اول حاجه هايبر تنشن ريتنابل. The response of the The response is by the upper graph. The bonus response of the arteriole is by spas. Sakada? Grade. And can grade? 4. Grade 1, كم حاجة? واحدة. اللي هي واحدة. اللي هي ايه? Generalized attenuation. Grade 2, معاها كمان focal attenuation. Grade 3, corrupted barrier. يحصل leakage. All female leakage. ثلاث كلمات. Hemorrhage, exudate, and ايه? قديمه صح كده؟ وصلت بالكلام ده للماكيولا او الديسك بجريد كام؟ 4 يبقى جريد 4 اسمه عندنا مالجننت هايبرتنشن ضغط عالي جدا عندنا داخل حاجه اسمها هايبرتنشن انكفلوباثي يعني داخل حاجه خطر دلوقتي كام ساعه كده؟ مين الحاجات في الجسم عندنا عادات توصل جريد 4 دي؟ يعني عادات اللي ما بتفرجش ده كله بتفرجش ده يحصل في يونج ايج ولا اولد ايج؟ يونج ايج ان الاولد يحصل في سكليروزس ونحن صغيرين صح كده؟ يونج عادات يونج ايج يعني عندنا اسباب هنا بتاع هايبرتنشن بص عندنا تحت كده بتقول ايه؟ common causes of malignant hypertension اشهرهم pregnancy. كده عندنا pregnancy induced hypertension. حاجه ثانيه فيوكروموسايتوما عارفينه؟ ده بيجي اصلا في مين اصلا؟ شباب صغيره. اصل كده اللي هو ادرينال جلاند تيومر.
سترويدز عالية قوي. تاني حاجة رينال هايبرتنشن، عارفين زي مين؟ واحد عنده رينال أوتوستينوزس مثلا، برضه بيجي شباب صغيرة. يعني كلهم يعتبروا سكند برايمري، كلهم يعتبروا سكند برايمري، سكند في يونج ايج. سهل معاك كلام؟ سهل كلام، السلام عليكم. رد عليا، سهل هايبرتنشن؟ فيها وفيها؟ ما تقولش فيه؟ فيها هي. خلاص كده. تمام كام سنة كده؟ رد عليكم سهل؟ اللي بيحصل فين؟ حاول حاجه دلوقتي. ضغط بيجي لنا. يلا معلش صح ولا لا؟ يوصف. يوصف. الكتاب ده مش عارف ليه؟ معاه السوء ده، الموضوع يستاهل حاجه. رد عليه يستاهل حاجه؟ سهله؟ يعني يوصف لو سمحتوا انا ليه شرح حاجه لوحدها؟ انا ليه شرحت حاجه لوحدها؟ عارفين ليه؟ مش هضرب سكيما. احنا قلنا ده هي سكيما معينه مش كده؟ الاسكيما بتاعتنا ثلاثة فينس فيجن بيوبل فاندس مش كده؟ مش هيجي في الدايبيتس في البين اكلوجر في الارت اكلوجر في الجلوكوزا في الاتشمنت. دول واضح انهم بره السكيما خالص. مش مادة مش فاهمني ولا يا جماعة؟ قلت يا جماعة حاجة بره السكيما خالص هي مش مهمة أصلا. على جنب كده حصة لوحدها. لكن يبقى حس أنت في كل خلايا بتلاقي في سكيما ثابتة. تبقى زي كده. ما تنساش كده؟ يلا بعض يلا. عندك الصفحة الثانية دي صفحة كام؟ 55. الكتاب بقى أنا سمعت خالص هايبرتنشن مش كده؟ الكتاب راح يشرح لك اكتر بقى على فكره هايبرتنشن مع رينال ديزيز. مش هتلاقي كلمه زياده. تقروا كده؟ انا لقيته نصا كتاب بالكلمه عشان بس اريح الزبون بقى خلاص لعبت خلاص بقى خلاص. طب انا لسه فرح دلوقتي ده بيحصل فين؟ في رينال بيحصل فين؟ بريجنسي بيحصل فين؟ كروموسيتوما. هو الكلام كده رينال هايبرتنشن نفس الكلام اكزاكتلي اكزاكتلي. وبعدين على طول قال لك بقى طب هايبرتنشن في بريجنسي. طب ما نفس الكلام اكزاكتلي اكزاكتلي. التكة ايه بقى؟ The pregnancy induced hypertension كان زمان اسمه pre-cancer. التكة الموضوع ده يميز pregnant يميز صح كده؟ الموضوع يبقى bilateral دي أول تكة bilateral. الحاجة الثانية أنت بتزود جدا اكسودين 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 لدرجة الكرويد عمال ينشع ينشع إن يزق الرتنة صح كده؟ أنت بتوصل البيوت فور ده حاجة كده hypertension هتلاقي البيوت فور كاتب إيه؟ كاتب ديسك إديما ماكرو ديما بلس ماينس اكسوديتيف ريتينال ديتاتشمنت. لو عملت تعمل ليكج 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 ديسك ماكلا ذوق بعد كده ده درجه عاليه قوي. درجه عاليه قوي قوي دي بريجنسي انت قصدي كده؟ فانا عشان اكمل جدا ما فاتش الكامسه بالزيت ده درجه مش طبيعيه. ده ضغط ناس يعني ضغط عالي جدا جدا يعني. عندي سؤال هناك بايه يعني؟ بايلاترال بايلاترال اكسوديتيف ديتاتشمنت. انت مبسوطه في الاثنين يعني. اريحك رياحك prognosis extremely good. تقول خلال دي يعني الموضوع ما يقصرش على نظر خالص نسبيا وبعد بقى الموضوع بقى ايه؟ هيهدى جدا ترجع مكانها تماما مش مشاكل خالص. بس عشان امشي مع الكتاب عشان امشي مع الكتاب بغض النظر بقى انا موافق ولا مش موافق. خلاص هم عندهم ايه بقى في الكتاب؟ لو انت جالك exertive detachment لا لو سمحت ها terminate pregnancy. بس كده اسال بتوع الناس انت روح اسال بتوع الناس كده. بس كده اه ممكن اتبعها عشان مش لدرجه termination. في لحظات نادرة جدا مع الترمينيشن. بس الكتاب اختار كده هتوصل لاكسيرتيف ديتاشمنت تعمل ايه يا سمحت؟ ترمينيشن اوف بريجنسي. الموضوع مش كده. هو مين اولى الجنين ولا العين بتاع الام؟ يعني حد عارف؟ ايه الاولى صحيح؟ العين بس هو راجل هسألك سؤال هسألك سؤال لو ام الراجل عندها during birth مثلا during the birth مثلا حصل مشكله في الطفل ولا انقذ؟ لا لا انقذ ايذر انقذ الام او الابن. انقذ مين؟ مين اولى؟ مين اولى الابن؟ طيب ادفع دي مين الام طيب؟ قاعده شرعيه الاصل اول قاعده شرعيه الاصل اول خلاص 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 بس يا جماعه شاطر فالبريجنسي انديوست هايبرتنشن يا جماعه عشان خاطر بريجنسي انديوست هايبرتنشن نفس الكلام بالظبط. هتلاقي عندك حالتين بولد بس مش صح حالتين بولد بس ايه هما؟ رقم ثلاثه في السيمتوم شايفينها؟ رابيد بين دروب اوف فيجن فروم اكسودو اتاشمنت. لو انا تحت خاص كده تريتمنت تحت خاص كده تريتمنت ان دي كده ترمينيشن اوف بريجنسي از انديكيت لو حصل ايه؟ اكسودو اتاشمنت. برنوزس فيري جود برنوزس حلو جدا مش هتعرف لو سمحت لو وصل الدرجه دي تعمل ايه؟ ترمينيشن. في بس كلمة واحدة بس ما فيش قد كده. صح كده؟ كده عندك ايه؟ سيمبتومز نو سيمبتومز مش كده؟ نمبر 2 ايه؟ ميتال فوبس دي بس هشرحها. دي
دي بس دي كلمه زيد قلناها دلوقتي حاليا. ايه متا بروبس دي بقى؟ يعني ايه متا؟ موت يعني شاك اوبسيا بيرسبشن اوف فوتوبسيا بيرسبشن اوف لايت. صح كده كويس قوي. حصل كده انت لو انت عندك هنا بص مش هقول كده عادي ده فوتو ريسبتور وده فوتو ريسبتور وده فوتو ريسبتور الحته دي كده صح كده؟ تحتيها احنا كده ار بي اي بعدين كرويد صح كده؟ كويس. لو انت عندك اديما تحت المكنه ودي شكل اي مكنه اديما على فكره يعني حتى بالدايبيت نفس الكلام يعني حتى بالسكر نفس الكلام بالظبط. انت عندك هنا اديما في المكنه صح؟ اديما اهو اديما اهو اديما اهو. لو حصل انك لقيت الاديما دي زائد الار بي اي ده او الفوتو ريسبتور ده على جنب كده وزائد ده على جنب كده وزائد ده على جنب كده جبت ميه في الكاميرا وزائد ده على جنب كده كويس. استقبال الفوتو ريسبتور دلوقتي للايمج بتاعنا مانو ديستورتد عارفين المرايات اللي فيها ديستورشن اللي بقى مثلا كده يعني الكيمة مثلا كده يبقى نفس الفكره مختلف. صح يا جماعه؟ زي كده حاجه مختلفه كده. ده بالظبط اللي حصل. يعني يقول لك ايه؟ اقول لك كده كتاب ولا حاجه الخطوط مالها معوجه ده فوق شويه ده تحت شويه ده وايد شويه ليه؟ ان الفوتو ريسبتور في القديمه حصل مكانها ايه؟ اتغيرت. ممكن اوضحك اكتر. لو حصل بقى قديمه جامده قوي والريسبتور ده بعد بس في مكانه وده بعد وده بعد يعني بعتهم عن بعض كده يعني عندي ديما كبيره كده بعد عن بعض كده. بعد الحته دي الحته دي كده في اليونت اريا فيها كام ريسبتور؟ واحد مثلا ده بعد كده مثلا ده بعد كده مثلا صح؟ فبقى الحته دي فيها كام ريسبتور؟ واحد. هشوف وشك انت صغير اي ريسيف يو اصغر. لو حصل حاجه ثانيه بقى عندي ديما جمعت ريسبتورز بقول بعض يعني تكون مثلا اثنين ثلاثه اسبرين مش فاكر انت ايه كبير فانت عندك مايكروبسيا ماكروبسيا متا غيرت الشكل مورفوبسيا كل ده سايز ايه؟ ان في ميه تحت مين؟ ريسبتورز بتعقربهم لا تقربهم لا تبعدهم لا تبعدهم عن بعض خالص. بس هي متا مورفوبسيا از ا ساين اوف هي كل ميه بقى ريتنا الاديما ماكرو الاديما مش ريتنا ماكرو الاديما بيحصل كده بالدايبيتس رد عليا بيحصل بالدايبيتس عادي جدا اي ماكرو الاديما بوظ الريسبتورز تاكل في الاخر اديما. كلام سهل كده؟ كلام سهل غير كده بقى كل الكلام ده از مين؟ هايبرتنشن التكه الوحيده لو وصل لدرجه اتاتشمنت تيرمينيت براكتس عشان امشي مع ايه؟ الكتاب بتاعك. زي الفل. بس كده وصلت لاتاتشمنت اعمل ساعتها تيرمينيشن. يعني كلام سهل كده؟ كده احنا خلصنا مين؟ اول حاجه هايبرتنسيف ريتنوبيثي. الشق الثاني يا رب حاجه اسمها ارتيريوس لوتيك ريتنوبيثي. هو سهل جدا يا جماعه. ارتيريوس لوتيك ريتنوبيثي. كده اسمعت. لو انا هنا الفرق دي بالذات بقى تركيز سمعته عشان نرجع نتكلم هنا على بعض. داخل نبص عليها في الكتاب. زي ما قلت كده دلوقتي يعني مش عارف اسمع القصه ازاي. ركزوا معايا اسمعوا ركزوا معايا بقى. ايه الفرق مع كرونيك هايبرتنشن؟ مع كرونيك هايبرتنشن بيحصل ايه في البسل؟ ايه بقى الساينز؟ تركيز لو سمحتوا. تركيز لو سمحتوا. ادي ارتري بس كده ادي ارتري اهو مش تحتيه فين اهو. صح كده؟ ركزوا معايا؟ طيب كل ما الوول ده يدخل بيحصل حاجتين، لكن الوول هيدخل مع كرونيك هايبرتنشن ده اللي بيحصل. سكليروزز اوف ذا وول وذ كرونيك هايبرتنشن. هيظهر لي تو ساينز، ركزوا معايا بص كده خالص. بص بقى رقم واحد والله الارتري ده تخين جدا ماشي فوق البين. صح كده؟ تخيل معايا كده اول حاجه من كتر انا هسال سؤال خليج شويه هو الرتنا الجسد لونه ايه؟ يعني ده رتنا الجسد لونه ايه؟ هنتخض دلوقتي ترانسبيرنت بدليل شايفين تحتيه احمر يبقى ذا وول اوف ذا رتنا از وات؟ ترانسبيرنت ذا وول اوف ذا فاسل اوف ذا رتنا فاسل ترانسبيرنت صح؟ طب الازاز بيتشاف ولا لا؟ الازاز ترانسبارنت مش ترانسبارنت؟ طب بيتشاف ولا لا؟ ليه بيتشاف؟ هو لو مش ترانسبارنت 100% مش هتشاف صح كده؟ لان اي حاجه ترانسبارنت ربنا خلاها فيها نسبه ريفلكشن عشان نشوفها. اه عادي مثلا 96% صح؟ طيب لكن في 4% عندك ريفلكشن عامل زي مين؟ زي اول كورنيا هي مش كلها شفافه؟ لو بصيت في عينيك هشوفها. هي لو 100% شفافه مش هشوفها خالص. زي ما قلت لكم في النهارده قبل كده زي فات ملكه السبب الراجل سبق قران يعني كانت المعجزه في كده يعني ما كانتش شافت حاجه ميه كده افتكرتها ايه؟ مبلوله كشفت عن سقايا عملت ايه ده؟ ده في ازاز الانبهار ان من كتر ما هو 100% ترانسبيرنت ما شفتوش وصل شو اصلا؟ ربنا عايز يقول هو قادر قوي والله مش واضحه لكن اي حاجه في الكون ثانيه سهله جدا لا مش كده الكون نفسه اي حاجه ترانسبيرنت مالها فيها نسبه ريفلكشن كام سهل كده؟ بس ده لونه ايه؟ ترانسبيرنت بس المخطر بتاعه عامل كده بالظبط عامل كده اهو مش عارف كده؟ طيب اللايت اهو اللايت بتاع الجاي سنه طيب احسن بس كده جيت اهو اللايت اهو تمام اه ارباعه حصل ايه؟ عدى لكن في جزء ايه؟ رجع تاني ريفلكشن
فغصب عني الحته دي عملت خط في الباسل، يعني الباسل اهو في خط في النص دي اللي رفيع جدا 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 جدا، نتيجه ايه؟ ريفلكشن اوف لايت. احنا كله شفاف بس فينا خط صغير جدا ماشي بعرض كده، نتيجه مين؟ ريفلكشن. سمينا ده فاسكولار لايت ريفلكس. حلو؟ انا شايف خط صغير مكان الباسل يعني. سهله كده اه؟ تخيل انت رايح دلوقتي معايا ايه؟ هسال حاجتين. الارض ده بيتخن مش كده؟ لو ده شفاف وده شفاف نورمالي انا شايف ارض شفاف وتحتيه شايف بوضوح بين شفاف. منطق؟ صح كده؟ اول درجه اول درجه بيحصل اثستروزز، الارض يتخن شويه فبيعكس ضوء اكتر لحد ما البين تحتيه على طول مش باين. انا شايف الارض كده اللي معدي تحتيه مش شايف فين، يعني حصل لاس اب ترانسبارنسي. دي اسمها ايه؟ انا غطيت فين. يعني الحته دي شايف فيها فين كويس قوي. اسمها سمبل فين كونسيلمنت. طب محدش يبص في الكتاب لو سمحت. خلاص كده؟ يبقى اول حاجه تغطي ايه؟ ها قلت عليا فين؟ ده ان ده الارض ابتدى يدخن. طب ادخن اكتر هيبتدي بقى يزق على مين فعلا؟ على الفين. تركب عربيات؟ لا كويس. ركب عربيه كده وانت عارف ان اخر شهر في مطب كبير جدا. في حته الضغط فيها عالي جدا على العربيه هتعمل ايه؟ لما تيجي كده على طول بسرعه جدا وخدت وحصل ايه؟ هتعمل كده بالظبط اهو كده تروح ايه؟ طخ العربيه وتتبع الله صح كده؟ ده يحصل؟ انت بتعمل لو انت عارف ان في مطب بتعمل ايه ساعتها؟ انت بتعمل ايه؟ بتعرض صح كده؟ يعني ايه بتعرض؟ صح؟ دي جنبك اهو يعني اهو عرض ايه بقى تعمل اهو بالراحه 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 انت بتعمل اشمعنى؟ عشان تعرض سيرفيس ايه ضخم جدا للضغط العالي ده على العربيه مش عارف يحصل بالظبط؟ سبحان الملك. مين ده؟ ارتري، مطب ضخم جدا، مين ضعيف شويه دلوقتي؟ بين، بين دلوقتي بقى في ايه؟ مطب جامد قوي صح؟ ضغط عليه عالي جدا يعمل ايه؟ يعرض. هتلاقي الاثنين عامل كده بالظبط، بصوا كده بالظبط، يجي بعد شويه يعمل كده اهو، كده اهو، اهو، كده اهو، كده اهو. عشان دي حته كبيره بين مين؟ تحت مين؟ فالضغط يتوزع وتبقى اكبر، فدي تقل شويه، دي اسمها محدش يبص لورا. اسمها بين ديفلكشن. تعرف معايا كده؟ موضوع زاد اكتر تكنيك اكتر ايه اللي يحصل؟ لا هدوس على البين بقى فعلا يحصل المنظر ده بالظبط الارتري اهو هو كان غطاه تاني حاجه يحصل ايه؟ ريفلكشن تاني حاجه يحصل كده اهو فايه؟ بس كده بالظبط دي معناها ايه الحته دي؟ ان فعلا بدات ايه فعلا بقى؟ تدوس جامد صح؟ حصل معناها تيبرنج تيبرنج اوف ذا بين وبعديها يحصل ديستنشن اوف ذا بين انت بتدوس عليه صح؟ تيبرنج اهو بالراحه ويحصل ديستال ديستنشن ده بيجمع اكتر استنى جدا بقى الخطوه بيحصل ايه؟ What is the commonest cause of pain occlusion؟ الخطوه الجايه هقفل البين. صح كده؟ بروح كده تاني اول حاجه حصل ايه؟ غطيت البين اسمها simple pain concealment. زود اكتر deflection of the pain. زود اكتر tapering of the pain. زود اكتر distension of the pain. زود اكتر pain occlusion. ده واضح؟ فكره واضحه؟ نفس الكلام ده يحصل بقى تشينجز ثانيه دول دي اربعه بقى كل النقط ده اسمها اي في كروسنج تشينجز يعني ارتيريو فينس كروسنج تشينجز ودي كلها حصلت عشان خدنا قاعده قبل كده ات ذا سايتس اوف كروسنجز ذا ادجنتيشيا اوف ذا ارتي لازقه في مين؟ في البين انا شايف ان الارتي لازقه في مين على طول؟ في البين كام سنه كده؟ نفس الفرج ده بيحصل بقى فينا كده مرات خلاص بقى خلاص والله فعلا يعني بس انا كان في حاجه بص اسمها ايه؟ لايف ريفلكس صح كده؟ طب دلوقتي الرول ده لو تخن لو الرول ده تخن انكسار الضوء يبقى ايه؟ يعني طالما تخن يبقى ترانسبارنسي بتقل فيحصل انكسار ضوء اكتر فالريفلكس ده يزيد ولا يقل؟ يزيد البسل كان شفاف فشايف احمر كتير تحتيه مش كده؟ بسيز زاد بعمل كده دلوقتي صح؟ يعني شايف حاجه زي بيضه شويه كده دلوقتي فشايف لون ابيض شويه وراه احمر شويه جامد جدا اللون في النص ده بيكون نحاسي حاجة تحس كده في حاجة في النص زي النحاس زي الكبر فقال لك ايه ده؟ المنظر عامل زي بالظبط سلك الكهرباء بس انها كبر وايرنج الموضوع زاد اكتر بقى المول تخين جدا بقى كل ده فايبروز او جلايوزز هيحصل ايه؟ هيتكسر اكتر صح؟ يحصل في الريفلكس ده يزيد هتلاقي الناس كلها ابيض هو ما اتقفلش بس حصل تاني حصل يعني بصوا يا جماعه بس لو ده بس صح كده؟ اما كان رفيع جدا ها اهو كده صح كده؟ تخن اكتر بقى كده صح كده؟ تخن اكتر بقى كده ان اللايت اللي بيعدي اقل فاللي بينكسر اكتر البسر اهو عايز كده شيء كويس يا ده بس هو كده كويس بس كده البسر كان عامل كده بالظبط كان عامل كده فكان اللايت يخبط هنا ينكسر كده ومش الخط راح رفيع
لما يحصل ثيكنينج اكتر يخبط هنا يحصل كده تخن اكتر بقى ثيكنينج اكتر يخبط هنا تراكنت فالريفلكس كان رفيع بيوسع بيوسع ده كان شفاف شايف احمر جوه خلاص ويسع ريفلكس البياض زاد فيه ويسع ريفلكس البياض زاد فيه بقيت تشوفه اكتر اوبيك اكتر صح كده؟ That's why our vessels اصلا في جسمنا لونها ابيض جامد يعني الارش نفسه رجع لنا ارش قبل جدا ليه؟ انكسار الدوكس ايه ده؟ هو كتير جدا عايز مين؟ رحنا الارترس صح كده؟ انا عندي بيحصل حاجتين بيحصل حاجتين نتيجه السكليروزز ايه هما بقى؟ واحد اي دي كروسنج تشينجز اثنين برودنينج اوف ذا لايت ريفلكس كان اول حاجه عادي بعد كده كابر وايرنج بعد كده سيلفر وايرنج صح كده يا جماعه؟ مع بعض خلاص بقى انا كام انا عندي كام ستيج؟ اربعه مع بعض بقى انت حكيت معايا يلا عندي كام ستيج؟ أربعة. هنا كده أول جملة خالص، أول جملة خالص. خلاص أول جملة تحت خالص رقم كام؟ 55. Due to the prolonged hypertension. يبقى الفرق بين acute hypertension وال chronic hypertension. Acute يعمل إيه؟ hypertensive retinopathy, spasm. Chronic يعمل إيه؟ sclerosis. ده فرق بين الاثنين. صح كده؟ كويس أوي. بعدين chronic hypertension. كام جريد؟ جريد 1 أربعة. شفنا كده؟ بس بس سكليروزز ذا ساينز اوف سكليروز بقى على شكل حاجتين ان دي كروسنجز ولايت ريفلكس بيوسع صح صح مش عارف كام كده مع بعض جريد 1 جريد 1 كام حاجه؟ حاجتين جريد 2 حاجتين جريد 3 ثلاث حاجات مش عارف كده جريد 1 تبقى حاجه اسمها سيمبل بين كونسيمنت اللي عايز تتابعني في الصور لو سمحتوا للاسف الطباعه ممكن تيجي تحت شايفين الصوره دي؟ دي شايفين دي؟ احنا بقى كلمة كلمة بس الصورة دي، كلمة كلمة على الصورة دي، بس الصورة تحت دي مع بعض كده يا بعض. أول حاجة سيمبل بين كونسيمنت، بص الصورة كده، بص على الصورة لو سمحت، بص على الصورة. أول واحد ناحية شمالك، فوق شمالي، شايفينها؟ لا أنا شايف الأرتري كله وبين كله، صح؟ مش فاهم كلامي. قارن الصورة دي باللي جنبيها على طول، لا الفين استخبى. صح؟ يعني شايف الو بالظبط كده، يعني بص أنا شايف هو هنا بوضوح جدا، فهي أرتري أهو، قارن دي، شايف أرتري وفين. صح؟ عايز ما تبقاش كده بقى اسمعك بص على حاجتين ايه دي كروسنجز وايه كمان؟ لايت ريفلكس اظن واضح جيت انزل واحده واحده بعد كده نرجع على بعض بصوا اظن واضح هنا في خط رفيع جدا في النص الفاسل صح كده؟ بص على الخط الاسود بص على الخط لوحده بص على الخط لوحده اللي بعديه زاد اللي بعديه زاد اللي بعديه زاد وبعدين بقى ابيض واضحه جدا يا جماعه صح كده؟ حاجه اسمها برودنج اوف ذا لايت ريفلكس واضحه كده؟ خلاص دي اسمها كابر وايرنج اخر واحده دي اسمها سيلفر وايرنج صح كده هو عامل زي الكابر وسيلفر وايرنج بس انا كابسل كده نبتدي بالراحه بالراحه نحاس ابيض سهله رد عليا سهله بسرعه واضحه تاني حاجه بقى ايه دي كروسنجز يلا بعد كده ايه دي كروسنجز بقى اول حاجه هنا انا شايف ارتر بين كامل قدامي واضحين قدامي بص بعديها على طول كده بعديها على طول الفين استخبى يعني مطرح ما ارتي معدي في ايه مش شايف الوول اوف ذا بين لا بس انا اكتر شويه ماشي ماشي باين اكتر سنه اه باين اكتر سنه بس باين سنه ابويا هنا باين سنه فعلا اهو طب قارن بعديها قارن بعديها كده يا جماعه صوت لو سمحتوا بص قارن بعديها البين حصل فيه ثلاث حاجات يا جماعه صوت لو سمحتوا اظن واضح التيبرنج مش كده؟ مش واضح التيبرنج وغير مسار سنه صغيره سنه ديفلكشن اللي بعديها تلاقي ديستنشن اوف ذا بين تلاقي اتخن جامد بعديها اتقفل صح؟ واضحه مش واضحه؟ انت تمسك حته حته مره لايت ريفلكس مره اي بي كروسنجز بس كده المره نفسها واضحه جدا جدا اخر واحده خالص فين مقفول؟ حد شايف فين تحت حاجه؟ يا جماعه دي 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 فين الفين هنا؟ الاخر اهو هو بس في صوتنا الدخل الفين وبين الطرف ماشي 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 بس الدنيا واضحه يا جماعه ما تصعبهاش على نفسك واضحه والله في حد مش فاهمها يا جماعه؟ طب ايه مش فاهم ايه مش فاهمين ايه اللي واقع؟ اوكي بس اوكي بس يا جماعه مين مش فاهم؟ ارفع ايدك مين فاهم؟ ما فهمنيش انا حاجه مين فاهم اللي انا بقوله ده؟ الريفلكس والبروسنج مين فاهم؟ مين مش فاهم؟ طيب ايه اللي مش واضح؟ 3 4 3 4 ايه الفرق بين 3 4 طيب دكتور لو حضرتك ممكن ترسم الرسمه حضرتك رسمتها اوضح من دول اصل اول حاجه هعمل سكور ادي ار 3 وادي بي صح كده؟ خطر بعديها هنا كان في حاجه اسمها ايه؟
ريفلكس صح كده؟ خاطر بعديها ادي ارتري البين اهو كده اختفى الوول كده. قارن اول صوره بتاني صوره بالذات تاني صوره واضحه جدا مش عارف ارسم الوول هنا. بص على تاني صوره بص على تاني صوره تعرف ترسم الوول دي شايفها؟ مستخبيه يا جماعه واضحه والله في الصوره والله العظيم واضحه في الصوره. خلاص اسمها سيمبل بين كونسيلمنت غطيت البين صح؟ رد عليا. اللي بعديه يحصل ايه؟ ها؟ ديفليكشن. انت عايز تقول عملت دهوت وهتلاقي البين عملت مسار هنا في مع بعض هتلاقي بعوض سنه ده مثلا خلاص مثلا يعني وتجي بقى تكبر سنه. بص يا استاذ ثلاثه هتلاقي البين مش ماشي ستريت ماشي ستريت؟ رد عليا ماشي ستريت حصل فيه ديفليكشن قرب شويه وابتدى يبقى تيبرد صح ولا لا يا جماعه؟ طيب بعديها لتحت بقى بقى تيبرد جدا صح؟ رد عليا بعديها اتقطع شبه اتقطع شبه انتهى يعني صح؟ رد عليا. في حد لسه معايا؟ في ناس بتبص على في ناس بص في ناس بص هنا اصلا يعني مش واخدين بالهم. ليه معنى بص على دي 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 خد على جنب دي بص على دي الانسان فعلا يعني سبحان الله العظيم يعني دي كلها مش عاجباه بجهدها جديد ده دي بص على دي يا حبايبي دي يا روح دي يعني ايه يا حبيبي؟ يا روح دي يا حبيبي مش عايز دي يا روح ايوه سهلة كده يا جماعة سهلة اللي ما كانش عارف دي واضحة مش واضحة اللي كان فاصل مني واضحة ردوا واضحة واضحة بص نسبيا كده بص بقى اللايف ريفلكس بقى كده فهمنا البينز انا كل ده مش عارف ما اقولش اسماء خواجات مش عايز مش عايز مش عايز خواجات يعني مثلا يعني مثلا مثلا يعني خلاص كده الديفلكشن ده اسمه سالي ساين التيبرنج اسمه جان ساين الديستكشن اسمه بونيت ساين الكلام ده 60 جزمه مش عارف خالص بس انت تعرف اسمها الديفلكشن تيبرنج ديستنشن فهمت قصدي كده؟ اوكي بصوا بقى على الصوره على اللايت ريفلكس ايه اللايت ريفلكس ده؟ بصوا على اللايت ريفلكس هتلاقي الارتري مش البين اول صوره في هنا خط رفيع جدا صح ولا لا؟ عينيك بقى على الخط ده اسمع عينيك على الخط ده هتلاقي تاني صوره وسع سنه صح؟ بعديها وسع اكتر بعديها وسع اكتر لغايه الاخر ارتري ابيض والله واضحه صح كده؟ دي اسمها برودنج اوف ذا فاسكولار ريفلكس خلاص كده اخر اثنين دول تحت دول كابر وايرنج سيلفر وايرنج عامل زي النحاس عامل ابيض خلاص كده دي كلها ساينز ان الوول تخن فداس على البين وصل ريفلكس سهل معاك كده ولا لا؟ ها سهله؟ لا ايه بقى احنا درسينه مع بعض بقى كده؟ اللي عايز اقرا معاك الكتاب دلوقتي جريد 1 جريد 2 جريد 4 بسرعه جدا جريد 1 حاجه واحده اسمها ايه؟ سيمبل بين كونسيلمنت سهله؟ اللي بعديها جريد 2 حاجه اسمها سالي ساين مش مهم الاسم ديفلكشن اوف ذا بين البين عرض ستيج ثلاثة ثلاث حاجات بونات ساين نوع بانكينج اوف بلاد هو ديستنشن اوف بلاد يعني بعديها جان ساين تيبرنج اوف ذا بينز واضحة وحصل كابر وايرنج برودنج اوف ذا ريفلكس اخر حاجة سيلفر وايرنج وممكن معرض لايه؟ بين كروش سهلة؟ طب ايه بقى؟ خدنا كل القصة دي ليه بقى؟ ليه خدنا كل القصة دي؟ الحتة اللي فعلا بقى كل ده خدناه ليه؟ سيبني حاجة واحدة بس الحتة الوحيدة اللي بجسمك اللي بتشوف بس حية فين هي؟ زي ما شايف في انجن بتاع في كل ده في الهاتنا زيه بالظبط بيحصل في الهارت زيه بالظبط بيحصل في الكدني زيه بالظبط بيحصل في سي ان اس الهاتنا مرايه جسمك كله دي حميته كده بقى ولا كانش واضح التشينجز دي سيميلر تشينجز ار فيزبل في الاعراض البراب بتاعك صح ان بي اصل دي ريليتد سيميلر تشينجز ان ذا بسابين سي ان اس سيركيليشن فخطورته ان بعرف انت وصلت لفين في جسمك دي مرايه جسمك وصلت ولا مش وصلت يا جماعه؟ سهل كده السلام عليكم. سهل كده؟ ده الهايبرتنس ريتنابلتي وحاجه اسمها ايه؟ ارتيوس روح ريتنابلتي. هايبرتنشن اند اي دي اخر سنه برضه. الضغط يعمل ايه في العين؟ برضه ايه؟ اخر سنه. انا خدت حاجه منهم وانا اسالك سؤال الضغط يعمل ايه في العين؟ سي ار بي او ها؟ وارتي كوزز ها؟ وورستنج اوف دايبيتس. صح كده؟ يعني واحد عنده ضغط وسكر يقدر؟ لازم عليك مين كمان معاه؟ ضغط. ده اللي هناخد بعض دلوقتي بين اكلوجن ارت اكلوجن يبوظ الصوت
بعد كده سايكل صعب عليك، بعد كده صعب عليك. اخر حاجه ناخدها يا طبعا، اخر حاجه ناخدها خالص حاجه اسمها ايج ريليتد ماكرو ديجنريشن. يرجع صاحبي اخر حاجه ناخدها حاجه اسمها ايج ريليتد ماكيولر ديجنريشن. بس يلا يا صاحبي بعد الفيتوز 66 صفحة كام؟ 66 درجة صعبة صفحة 66 لقيتوا بقى؟ يلا يا جماعة AMD يلا بقى. طبعا عين شمس المعقدة بحيث النهارده كلها مش هناك. ايه اختار؟ مش عارفين يعني. استنى كده خالص والله ما انتوا يعني مالك هنا فعلا اكبر شويه كسبين يعني. هي الفكره بس ان هي معقده قوي قوي قوي. اسلوب الامتحانات مختلف. طبعا مش انت بتتكلم. طب يلا ماشي. Age related macular degeneration يلا يا صاحبي. AMD. طبعا ده مهم يعني بس مش قوي يعني. يعني بس الحقيقه يعني. يا جماعه AMD اسم واضح؟ سنتر ادن ارجوش مش عارف ايه 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 مش يعني هو ده عشان عمرنا نحسب يوم بس مصر ولا مصر مش كلام يعني ده اهم سبب للعمل فعلا في سن الكبير هو ده اسمه age related. في مصر اكتر حاجه بتعمي infections عشان بقى هايجين عشان بقى هايجين مش بقى هايجين هايجين بتعمل حاجه عاديه يلا يا صاحبي ايه يعني اصلا مصر هنا اصلا اخطر حاجه تعمل في الاليات ده كان اسمه سبلاينز في مصر يعني كومبليكيشنز اوف كونجكتيفايتس يبقى عندك ان هو مرض تافه اصلا مرض بس اصل بس من كتر ما الموضوع بايظ تخش على الكورنيا يبقى مرض الكورنيا مرض الكورنيا يعني في مصر كده ده كان اسمه سبلاينز في مصر هنا كومبليكيشنز اوف كونجكتيفايتس على الكورنيا مش ميثانول تخيل مش ميثانول لا مش ميثانول ام دي تعبت يعني بس هو وين هتير بيجمنت طب تخش هو في كاس هوني بيجرب في كمية كاس هوني تساوي قوي يعني ريما يلا 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 يا جماعه بصوا ماسن 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 بيجمع accumulation of pigment او مان تقريبا نتيجه اسمها كده حاجه اللي قلت وير اند تير بيجمنت حد عارفها؟ طبعا تعرفين عم يسال صح كده نتيجه ايه ستريس العميل يعني فالار بي بتطلع الماده دي بتوصل فين؟ تحت الار بي يعني بين الار بي وحاجه اسمها براكس من البين فاكرها؟ برافو عليك اسمها ايه دي عندنا دروزن اسمها كده دروزن ايه دروزن ده؟ حاجات مثلا مع السن عباره عن الفاسكيول بيتجمع تحت مين؟ ار بي سيلز سهل كده معاها؟ بعض الناس بقى الموضوع بيتطور عن كده يعني الدروزن دي حاجه عاديه ايه جريت الدروزن دي حاجه عاديه جدا طبيعي جدا اي بني ادم كبير عنده الدروزن بعض الناس بقى بيحصل تدمير في البراكس ممبرين وبعض الناس بيحصل تدمير في البراكس ممبرين والكورو كابيلاريس والفوتو ريسبتورز
اصلا يبقى عندي نوعين ايج ريليتد بسببه ايه؟ ايج يعني بعض الناس بقى مخضرينهم كده مع السن بزياده ايج ريليتد ماكيولر ديجنريشن حاجه ايه؟ تبع الايج فقط واضح كده اللي بيحصل بقى نوعين منها في ناس من دراي تايب وناس من ويت تايب من الاسم ده مين اخطر؟ ويت بروبالي بص بقى اسمع اسمع دراي تايب مختلفه سلطه مع السن بعض الناس يحصل اتروفي اوف ذا ماكيولا تماما بالتدريج كده يعني الار بي اي مع كورو كابيلاريس مع كورو ريسبتورز بتتدخل اتروفي ده اسمه دراي تايب يحصل بروجريسيف جراديوال اتروفي ايج ريليتد اوف ذا ار بي اي كورو كابيلاريس كورو ريسبتورز صح كده؟ يعني مثلا ايه؟ يفقد بصره صح؟ علاجه ايه ده؟ يعني واحد حصل له اتروفي اوف ذا فوبيا علاجه ايه؟ nothing نحن دي مشكلة اصلا مرة ده nothing اخرها استنى دلوقتي اخرها دلوقتي اخرها هنعمل ايه؟ لو فيجوال ايدز انت مش شايف كويس هحس انها شويه يعني بيتدخل فيها عليك؟ لا الجديد دلوقتي ستام سنتر بس ليه احط ستام سنتر؟ كلام سهل؟ هل بقى الويت تايب تاني مني شويه اخطر بكتير كمان مال الويت تايب بقى؟ الويت تايب ركزوا اصلا ركزوا معايا اصل ادي الار بي سيلز في حاجه اسمها ايه؟ دروبسون رين في حاجه اسمها ايه؟ كروين عليها ما هنا لا دروزن 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 وبعض الاسباب مش عارفين ايه بالظبط البروكسن برين ده يفتح حصل بريك البروكسن برين دي مشكله ضخمه جدا بالنسبه لنا ليه؟ الرتم دي مع الوقت الاسكيميك شويه مش عارفين السبب بالظبط اللي بيحصل مش عارفين البدايه فين يعني تلاقي الكرويد ده مش الرتنا تاني الكرويد ده مش الرتنا واضح كده؟ بتطلع نيو باسلز يعني بيطلع بجاف من الار بي اي ده يطلع بجاف ما يروحش رتنا بقى يروح فين؟ الكرويد طبعا نيو باسلز ولا فين اصلا ايه دي؟ فاتحه مين ده؟ روكسن برين ادي بريك اهو وبعدين نيو باسل يحصل ايه؟ وش جواها؟ نيو باسل ايه رايك؟ نيو باسل فرقع وشيل برافو عليك والكلام ده تحت مين؟ تحت الفوبيا يلا فرقع يحصل معاك كده هيمرج زود اكتر ريتنال هيمرج زود اكتر فيترس خايف عملت لازم دم 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 صح كده؟ اكتر من كده خايف بقى لو سمحت خايف بايه؟ لايوزز تحت مين انا؟ ماكيولا ده اسمه ذا وايت تايب سميناه وايت تايب ليه؟ انت عندك نيوباسل بتحصل منها ليكج بتلاقي عندك ماكيولا اكسوديت وهيمرج وإديمة اخطرهم طبعا هيمرج بس في اخر ليكج كده التكه مش راتنال نيوباسلز اسمها ايه دي بقى؟ سب راتنال نيوباسلز اسمها كرويدال نيوباسلز بيسموها عندنا سي ان في كرويدال نيو فاسكولاريزيشن لو انا سالتك سؤال بقى دلوقتي بس كده مع بعض كده هو ايه انواع النيوباسلز؟ ها وما هي في عمليه كده ريتنال نيو فيسلز ان في دي ان في اي وعندي ايرس نيو فيسلز ان في اي ان في اي وعندي كرويدال نيو فيسلز سي ان في صح كده؟ وانا صغير مع كام سنه كده ثلاث حتت من بس اهو العقبه واحده ليكج وسكار فرقه وشنت صح كده؟ ده اسمه دوايت تايب من غير ما اكمل بقى علاجه للعيان ده علاجه ايه؟ علاجه ايه؟ انتي فيجيف تعالوا ازاي يعني انتي فيجيف صح احد ابات احنا ما عملناش كده اصلا احد وعلي اراستن او ساكس صح كده وانتي باستر وات فاكتور طب ايه الرسمه عندكم بقى دي؟ ايه الرسمه دي؟ اللي عندك مشكله من ايه قلناها حالا دلوقتي حالا دلوقتي لو انت عندك قديمه تحت الفوتو ريسبتورز خلاص بعيد عن بعض اربع اطفال ده حاجه اسمها ايه؟ بيتا مالفوكسي فانا بجيب تيست اسمه امسلر جريد تيست كده صغير ورقه كده بتاعت عنات مثل الامسلر جريد عنات كده ورقه كده ورقه اللي انت ورقه عندكم دي كلها مربعات ورا بعض بحجم معين يعني مسكت على بعض مثلا كده 10 سم 30 سم مسكت اهو فين لوحدها قول له لو سمحت بص في النص بالظبط على النقطه الايه؟ السودا دي وهي ورقه كده عادي ورقه عاديه جدا اللي هو ورق انا في دي في انا في دي صح؟ ولو سمحت محمد عليك كده يلا بقى بص النص لو سمحت ارسم لي شايف ايه مربعات فيها مشكله ولا لا؟ هو معايا قلم على فكره ده ويبي هنا ده اختفى هنا ده بايظ هنا فاهم قصدي؟ يعني الرسمه دي هو بيرسمها هو بايديه لكن شايف الويبس دي كده افهم انا عندي ايه؟ الامثله البيوت دي بتعمل كاست حاجاتنا على قد 10 ديجريز بس يعني ايه؟ على قد الماكله بس فاهم قصدي؟ يعني بتحطها على رتنا مثلا رتنا عامله كده اهو بس دي رتنا ايه؟ وهي الديسك ودي ماكله الامثله البيوت دي بالظبط كده فهمت قصدي؟ يعني هي حجمها معمول عشان كده كده على 30 سم بتعمل كده يعني لازم تسمعك الفيلد اسسمنت خلاص انا عايز انا شايف عاطفه هنا كده هنا كده اي بي دي فيها قديمه اكسوديت وهكذا صح كده؟ فانا بقيسها بحاجه اسمها امثله البيوت الاساسن الماكيولر فيه بكل بساطه كده بيرسم اللي هو شايفه اختفى ويبي صغير كبير زي ما يكون اسمها امسلر جريد موجود على الهاتف علاج العيان ده علاجه طبعا انتي بي جاف لا مكان اللي هو فيه قديمه
الفوبيا بالظبط النقطه السوداء. صح يا هشام بيها؟ لا الموضوع صعب عليكم دايما. سهل؟ يبقى ايه دي تنفع؟ طبعا المرض ده شكله صفحه بس المرض ده اساس عمل لفئه رهيبه من الناس. ده ايه دي؟ ده ماساه دلوقتي. خلاص عليه يعني. طب الموضوع ده تاني ايه دي تاني؟ ايه دي تاني ها؟ لو في سين دي ممكن شيء يس لو زاد قوي السين دي ده بينزل ايه يا جماعه؟ إديما هيمرج اسيد. طب زاد 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 هزق الرقبه. دي حاجه اسمها ايه؟ بيقول لها ايه؟ اكسنتر داشمنت ويتش از اكستريملي رير. يعني حاجه زي كده. عشان يحصل بس عشان حاجه حاجه الضغط بس في كانسي. لكن ده صعب يعني بس ممكن يعمل. انا ما اعرفش ده بجد بس ممكن يعمل. قلت له كتب يعني. يبقى الناس صعب عليك. يس ده لما ده منه دخل ايه؟ منه دخل ايه؟ نيوراسيس. والله عايز اقول لك مش صعب. مش صعب؟ رد عليا. لا الصفحه الجايه الصفحه اللي بعديها مش هتبقى ان شاء الله. الصفحه الجايه قصدي البث الجاي في ايه؟ امتحان الغد العام. طيب معلش امتحان الحد ولا اربعه؟ اربعه. عايز اربعه؟ اربعه. طب ناخد دلوقتي الاكل والضغط الجيم. انا بسال بس بس طبعا عشان بسال بس خلاص الحد الجاي ان شاء الله تاني اوبتيك نيرف. انا عايز بعد الشهر بعد الشهر بعد الشهر بعد الشهر يحضر الدرس. هدي اوبتيك نيرف اناتومي هدي اوبتيك كرايتس حاجه اسمها سيميك اوبتيك نيرف. انا عايز احضر يعني دكتور هو هنا المايوفيا بتحصل ليه؟ الاوبن انجل جوه حصل عشان مايوفيا ولا عشان ايه؟ لا اسوسيشن عشان ايه؟ اسوسيشن عايزها كده يعني؟ اسوسيشن